السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنكمل في رابع حصة في الاوتونوميك. كنا اتكلمنا كم مرة اللي فاتوا على الاجونست وبدأنا الكلام على الانتاجونست. هنتكلم النهاردة بقى على البيتا بلوكرز، الحاجات المهمة. هنكمل طبعا في الالفا بلوكرز الاول وبعد كده نتكلم على البيتا بلوكرز. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعالوا نفتكر احنا كنا بنتكلم على ايه. احنا بدأنا الكلام في الادرينرجيك دراج، في السمباثاتيك سيستم، الحاجات اللي ليها علاقه بالابنفرين والنور ابنفرين. اتكلمنا على الاجونست بتاعهم، وفي الاجونست اتكلمنا على الدايركت اكتنج اللي كان الاس سي ار بتاعتها عباره عن صفحتين كاملين. اتكلمنا بعد كده على الان دايركت اكتنج، الحاجات اللي بتشتغل على السي ان اس، واتكلمنا على الميكسد اكتنج الحصه اللي فاتت. بدأنا الكلام المره اللي فاتت على الادرينرجيك بلوكرز، وفي البلوكرز قسمناهم لحاجتين، يا اما يبقى الفا بلوكر يا اما يبقى بيتا بلوكر. وبدأنا الكلام على الالفا بلوكر، واتفقنا ان الالفا بلوكر عباره عن اربع كلاسات، والاربعه ما لهمش علاقه ببعض في الاستراكشر لكن ليهم علاقه ببعض في الميكانيزم، ان هم الاربعه الفا بلوكر لكن كاستراكشرات مختلفين عن بعض. اول كلاس اتكلمنا عليها المره اللي فاتت كانت الكلاس بتاعت الاميدازولين، كان كلاس فيها ميزه وكان فيها عيب. اول حاجه ان هي كانت حاجه ريفرسبل، دي حاجه كويسه ما بتعملش مشاكل لفتره طويله، بس مشكلتها ان هي عباره عن نون سيلكتيف الفا بلوكر، ولانها نون سيلكتيف الفا بلوكر تقفل الالفا واحد والالفا اثنين، ولان الاثنين دول عكس بعض ما نقدرش ناخدها سيستميك، فبناخدها لوكال لحاجه اسمها الرينودز ديزيز البريفرال فازوسبازم، واتفقنا ان الاستخدام دوت مهم. ده الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. والنهارده بقى عايزين نبدا في تاني كلاس في الالفا بلوكر، هنتكلم على كلاس اسمها البيتا هالو الكايل امين. اسم الكلاس مهم، واسم الدواء اللي هنتكلم عليه هو كمان مهم، اسمه الفينوكسي بنزامين. فالدواء بتاعي الاسم الجينيريك اسمه الفينوكسي بنزا امين، والمفروض ان الكلاس بتاعتي اسمها البيتا هالو الكايل امين. بيتا هالو الكايل امين لو هنتكلم عليها بالتفصيل، كلمه بيتا هالو الكايل امين يعني احنا بنتكلم على امين، على مركب في ان، والامين دوت عباره مركب الامين دوت عنده مجموعه الكايل عباره عن كربونه، ودي الكربونه الثانيه. لو رقمنا بالنسبه للامين، ادي الكربونه الالفا وادي الكربونه البيتا، البيتا ديت هيبقى عندها هالوجين اللي هو في الحاله دي الكلور. فبنتكلم على ان الان جنبها كربونتين وكلور، دوت اسم الكلاس بتاعتي، ان الان جنبها كربونتين والكربونه الثانيه عندها كلور، ده اللي اسمه بيتا هالو الكايل امين. امين جنبه مجموعه الكايل، وعلى البيتا للامين في هالوجين زي الكلور دوت. الفكره بتاعت البيتا هالو الكايل امين هنبقى ناخدها في جزء تاني في المنهج غالبا الترم، يعني مش الترم دوت. المفروض ان احنا بنتكلم على الادويه اللي فيها بيتا هالو الكايل امين، هي ادويه انتي كانسر دراج، ادويه بتستخدم في علاج الكانسر. والفكره في ان الادويه دي بتستخدم في علاج الكانسر ميكانيزم مهم قوي هنشرحه مع بعض. فكره الميكانيزم دوت ان اللون بير اللي على الان بيروح يهاجم الكربونه البيتا ويشيل الكلور، ان عندها لون بير وتروح تهاجم الكربونه البيتا وتشيل الكلور على اساس انها ليفنج جروب، فالناتج اللي طالع هتبقى الان بالربطتين بتوعها ماسكه في الكربونه الالفا وراحت مسكت في الكربونه البيتا، فهي كانت اصلا ماسكه في الالفا لكن راحت مسكت في البيتا. في الحاله ديت الان عندها اربع روابط، فالان بقى عندها شحنه موجب، ده اللي احنا بنسميه ازيريدينيوم ايون. كلمة أزيريدين ديت، أزيريدين يعني حلقة ثلاثية فيها الإن اسمها الأزيريدين، أزيريدينيوم آخرها أي وإم علشان الشحنة الموجب اللي موجودة. فالمركب اللي فيه البيتا هالو ألكايل أمين، الإن بتهاجم الكربونة البيتا وتشيل الكلور، فساعتها بتعمل الأزيريدينيوم أي. أزيريدينيوم أي ده بقى بيروح يتفاعل مع أي حاجة مهمة في الخلية بتاعتي، يعني في الحالة ديت هيروح يتفاعل مع النيوكليوفايل بتاع الريسبتور، والريسبتور دوت عبارة عن حاجة مهمة للخلية بتاعت الكانسر اللي بنتكلم عليه. فايل بيروح يهاجم الكربونه البيتا ويفك الرابطه على الان، الناتج اللي طالع في التفاعل دوت الان الموجب اكتسبت رابطه، يعني في الحاله ديت هتتعادل، الان لسه ماسكه في الكربونه الالفا ما عادتش ماسكه في البيتا، ده الكربونه البيتا راحت مسكت في النيوكليوفايل. معنى الكلام دوت ان النيوكليوفايل بتاعك الريسبتور بتاع الخليه بتاعت الكانسر بتاعتك مسكت في كربونات، مسكت في كربونات ديت احنا بنسميها عمليه الكايليشن، وطالما عملت عملية الكايليشن مسكتها في كربونات، الرابطة اللي انت بتمسك بيها بتبقى رابطة كوفيلنت بوند، والرابطة الكوفيلنت بوند رابطة صعبة جدا انها تتكسر، رابطة irreversible.
فانا خليت الكربونات بتاعتي المركب بتاعي يمسك في الريسبتور الحاجه المهمه في الخليه برابطه irreversible، يعني هيموت الخليه دي، فيقدر يموت الخليه بتاعت الكانسر. طبعا للي هيتوه في شكل الرسمه الاخرانيه عباره عن ايه، شكلها عامل ازاي، انا بالنسبه لي وانا بحفظ في الميكانيزم دوت، الرسمه الاخرانيه هي نفسها الرسمه بتاعت المركب الاولاني بالظبط، كاننا في المركب الاولاني شلت الكلور وحطيت مكانها نيوكليوفايد بس مش اكتر من كده. فانا فعليا انا الان بتهاجم البيتا او بتشيل الكلور فاعمل ازيريدينيوم، مهم شكل الازيريدينيوم، مهم انت تبقى عارفه، لكن ما بين الاول والاخر كانك شلت الكلور وحطيت مكانه نيوكليوفايل. تاني الرابطه اللي اتكونت رابطه كوفيلنت، فمعنى كده ان التفاعل بتاعي هيبقى تفاعل ايرفرسبل، انا كده بموت الخليه بتاعتي فهنستخدمه في علاج الكانسر. ايه علاقه الكلام دوت بالكانسر؟ احنا بنتكلم على ادرينرجيك دراج، بنتكلم على حاجات ليها علاقه بالابنفرين والابنفرين، فكانسر وليها علاقه بالابنفرين والنور ابنفرين بنستخدمه في التريتمنت بتاع الفايوكروموسايتوما. فايوكروموسايتوما القصه بتاعته ان هو عباره عن كانسر موجود في التيومر جلاند، فالكانسر بتاع الادرينال جلاند، سوري، كانسر او تيومر موجود في الادرينال جلاند، فالكانسر بتاع الادرينال جلاند دوت بيفرز كميه كبيره جدا من النور ابينفرين، والابينفرين العلاج بتاعه بيبقى صعب، غالبا بيبقى عمليه. مع العمليه ديت لازم ناخد حاجه تقفل الريسبتور، الريسبتورز الالفا ريسبتور اللي موجود عشان الضغط ما يعلاش، فكميه النور ابينفرين والنور الابينفرين والنور ابينفرين عاليه قوي. انا بعالج التيومر من ناحيه بس في نفس الوقت لازم اقفل الريسبتور ايرفرسبل، ابوظها، ابوظ لي ثلاث ارباع الريسبتور كده عشان الجسم بتاعي يعني ما يحصلوش مشاكل من زياده كميه الابينفرين والنور ابينفرين. فهو بيستخدم في التريتمنت بتاع الفايبروموسايتوما، انتي كانسر بس له علاقه بالادرينال جلاند في الاخر. انت كده كلمتني على الميكانيزم وكلمتني على اهم حاجه في المركب اللي هي الحته بتاعه البيتا هالو الكايل امين، شكلها ازاي البيتا هالو الكايل امين، بس بعيد عن الميكانيزم دوت انت ما قلتليش الاستراكشر. ده الاستراكشر بتاعك اسمه ما اسموش بيتا هالو الكايل امين، ده الاستراكشر بتاعك اسمه الفينوكسي بنزامين. شكله ايه بقى الفينوكسي بنزامين؟ ادي الان بالكربونتين والكلور، زود لي على الان مجموعه بنزايل، ما انت كده بتتكلم على بنزا امين، بنزايل امين. كلمه فينوكسي يعني فينايل اوكسي، فالناحيه الثانيه هنحط فينايل واو، لو افتكرت بقى ان في ثلاث كربونات في النص يبقى كتر خيرك، لو لخبطتهم بقى خليتهم كربونتين خليتهم واحده يعني مش دي المشكله. بس المركب بتاعي من اسمه اللي هيجي لك في الامتحان وهيسالك اسمه ايه، ارسم لي الفينوكسي بنزامين، المركب حفظ. فالفينوكسي جايه من الفينايل والاو، البنزا جايه من البنزايل، والامين جايه من الان دي، والان داخله في الكلاس في البيتا هالو الكايل امين، ان جنبها كربونتين وكلور. فالحاجه الوحيده الزياده اللي مش موجوده في الكيميكال كلاس ولا في الاسم هي الثلاث كربونات دول، افتكرهم يبقى انت كده خلصت الاستراكشر بتاعك. فبنتكلم على ثاني كلاس في الالفا بلوكر، بنتكلم على البيتا هالو الكايل امين. وطالما بيتا هالو الكايل امين يعني عندك ان، ادي الكربونه الالفا، الكربونه البيتا عندها كلور، فده اسمه بيتا هالو الكايل امين، وده متكرر مع الانتي كانسر. فامين عنده مجموعه الكايل، والبيتا بتاعه الامين عندها مجموعه كلور، مركب اسمه الفينوكسي بنزا امين، فالامين هي نفس الامين، ادي البنزايل وادي الفينوكسي الفينايل اوكسي، فاضل بس الثلاث كربونات دول اللي انا عايزك تحفظهم لي مش اكتر من كده. ميكانيزم مهم، طالما بتتكلم في انتي كانسر يبقى ايرفرسبل، انا عايز ابوظ بقى الريسبتورز خالص، فايه الريفرسبل انهبيتور للالفا ريسبتور؟ عن طريق ان هو بيكون حاجه مهمه جدا اسمها الازيريدينيوم اين فورميشن، اللي هو الشكل بتاع الحلقه الثلاثيه الموجب ده، الازيريدينيوم اين فورميشن هيعمل الكايليشن للريسبتور اللي هو الحاجه المهمه للكانسر سيل. فانا في الميكانيزم بتاعي الان بتروح تهاجم الكربونه الثانيه بالنسبه لها اللي سميناها الكربونه البيتا، فالان لما بتهاجم البيتا بتشيل الكلور، فبتعمل الحلقه الثلاثيه اللي فيها الشحنه الموجب دي اللي هو الازيريدينيوم اين. يجي بقى النيوكليوفايل المهم للخليه يهاجم نفس الكربونه البيتا ويفك الرابطه على الان، عشان ما تقعدش تلخبط نفسك، الرسمه الاخرانيه هي نفسها الرسمه الاولانيه، بس شلت الكلور وحطيت مكانه النيوكليوفايل، كده الكربونه مسكت في النيوكليوفايل، يعني عملت الكايليشن، يعني رابطه كوفيلنت بوند، يعني الرابطه دي صعب جدا انها تتكسر، دي رابطه ايرفرسبل في الحاله دي. تاني انتي كانسر والفا بلوكر في نفس الوقت، فبيستخدم في بري اوبرتيف قبل العمليه، استخدم في التريتمنت بتاع الفايوكروموسايتوما اللي هو التيومر بتاع الادرينال جلاند. طبعا لو حد خد باله الاستراكشر بتاع البيتا هالو الكايل امين او الفينوكسي بنزامين مختلف تماما عن الانيدازول، مختلف تماما عن الكلاس رقم ثلاثة اللي هنتكلم عليه، فتاني الالفا بلوكر مش شبه بعض في الاستراكشر. نيجي للكلاس رقم ثلاثة، اسم الكيميكال كلاس اسمها الكوينازولين.
الدواء اللي هنحفظه اللي مهم قوي اسمه البرازوسين، والبرازوسين ده مهم، وهنرجع ناخد جزء الكارديو فاسكولار بعد كده واحنا بنتكلم على الادويه بتاعه الضغط. فالدواء دوت من الادويه اللي هتتكرر معايا في المنهج. مفروض ان الكلاس بتاعتي اسمها الكوينازولين. كوينازولين ديت هي عباره عن حلقه بنزين وجنبها حلقه بايرينيدين. بايرينيدين اللي هي الحلقه السداسيه اللي فيها 2 ان مش جنب بعض، 2 ان 1 و3 لبعض. فالحلقه بتاعت الكوينازولين ديت عباره عن البنزين مع البايرينيدين. لو رقمت هبدا من الان اللي جنب حلقه البنزين، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. اهم حاجه في الاستراكشر ان رقم 4 دي يبقى عندها مجموعه امينو. دكتور ما بيشرحليش الاس سي ار بالتفصيل، بس بيقول لي من غير الامينو دي المركب مش هيشتغل، علشان يشتغل على الالفا ريسبتور لازم يبقى فيه مجموعه امينو. هفوت رقم 5 وادي رقم 6 و7 عندهم مجموعتين ميثوكسي شبه بعض، وبقيه الاستراكشر هيبقى عند رقم 2. احفظ معايا، رقم 2 عندها حلقه بيبرازين. بيبرازين حلقه سداسيه فيها 2 ان قصاد بعض، حلقه سداسيه ساتوريتد وفيها 2 ان قصاد بعض، وبعدها مجموعه فيورويل. فيورويل دي اللي هي سي دبل بوند او مع فيوريت. تاني الكيميكال نيم مش مهم ان انا اعرفه، يعني مش مهم ان انا احفظ التسميه كلها على بعضها او اعرف بتتكتب ازاي، بس المهم ابقى عارف البيرنت والحلقات اللي موجوده. بيرنت اللي هو اهم حاجه، اللي هو الكيميكال كلاس. المركب اسمه الكوينازولين، مركب دوت الكوينازولين اللي هي حلقه الاروماتيك البنزين مع الحلقه اللي فيها 2 ان دول، دي اسمها بيبرازين ودي اسمها فيورين. اهم حاجه في الاستراكشر حتى لو الدكتور مش قايل الاس سي ار ان في مجموعه امينو عند رقم 4. مركب دوت اهميته ان هو مركب سيلكتيف، فالمركب دوت عباره عن سيلكتيف الفا واحد بلوكر. وقفني شويه، الالفا واحد لو مسكت فيه انت بتعمل فازو كونستريكشن، معنى ان انت بتعمل الفا واحد بلوكر يعني بتعمل فازو دايليشن، يبقى انت كده بتستخدمه في علاج الهايبرتنشن لان انت بتقلل البلاد بريشر. ومعاها المركب دوت البرازوسين بيستخدم كمان في علاج البيناين بروستات هايبر بليشيا اللي هو تضخم البروستاتا. اكتشفوا ان تضخم البروستاتا له علاقه شويه بالالفا واحد، فلما بتقفل الالفا واحد غير ان انت بتعالج الهايبرتنشن انت كمان بتخفف الضغط على البروستاتا، فبيستخدم في علاج البيناين بروستات هايبر بليشيا. فالمركب مهم، البرازوسين حفظ الاستخدام بتاعه مهم، الكيميكال كلاس مهمه، الامينو اللي عند رقم 4 لو ما رسمهاش يبقى المركب ده ما بيشتغلش، المركب دوت ملوش لازمه. فبنتكلم في الكلاس الثالثه في الالفا بلوكر، بنتكلم على الكوينازولين اللي هي البنزو بايريميدين. ادي الكوينازولين الحلقه الهيتيرو اللي في النص دي، جنبها بقى حلقه بيبرازين وسي دبل بوند او فيورين اللي هي اسمها الفيورويل، اسمها مش مهم قوي. امينو اللي عند 4 ديت اهم حاجه في الاستراكشر بتاعك، وعندك مجموعتين ميثوكسي على الجنب. في الميكانيزم الكلام مهم قوي، انه سيلكت اول سيلكت هو سيلكت الفا واحد بلوكر. التسميه بتاعته اعرف لي بس ان في كوينازولين وبيبرازين، سيبك من بقيه التسميه الارقام دي مش مهمه قوي، بس في حلقه كوينازولين وبيبرازين في الاس سي ار الاربعه امينو اهم حاجه، هي الفيري امبورتنت للالفا 1 بلوكر اكتيفيتي. لو الاربعه امينو مش موجوده المركب ده ما بيشتغلش. اي حاجه ثانيه ممكن تطنشها، ممكن ما تجيش في الامتحان، بس عشان المركب ده يشتغل لازم يبقى اربعه امينو. اليوزس مهم، سيلكتيف الفا 1 بلوكر البرازوسين بيستخدم في علاج الهايبرتنشن لانه بيعمل فازو دايليشن، وفي نفس الوقت بيشتغل على البيناين بروستات هايبر بريشيا عن طريق ان هو بيزود اليورين فلو. تضخم البروستاتا بيقلل اليورين فلو، فهو بيزود اليورين فلو فبيستخدم في علاج البيناين بروستات هايبر بريشيا. بقيه الاستراكشرات اللي هنا ديت مش مهم ان انا اعرفها، بس لو جات لك مرسومه في الامتحان مش مهم قوي الاسم، بس تعرف انها تبع كلاس الكوينازولين، هي شبه البرازوسين وكلهم فيهم الامين. لو حد هيبص على الاسامي، البرازوسين لو شلت الدبل بوند يعني بقت تترا هيدرو فيورين بقى تيرازوسين، تيرازو عشان تترا هيدرو عشان الحلقه ما فيهاش دبل بوند. في دوكسازوسين اللي هي فيها 2 او، فدوكسا جايه من داي اوكسا يعني اللي هم 2 اكسجين، بس تاني الاسامي دي مش مهمه قوي، هو البرازوسين اهم حاجه موجوده عندنا. لسه بنتكلم على الالفا بلوكر، ورقم 4 ده كمان من الحاجات المهمه اللي هنرجع ناخده في جزء الكارديو فاسكولار بعد كده. كلاس اسمها الفيثالازين والدواء اسمه الهيدرالازين. ركز بقى معايا عشان الهيدرالازين دوت سهل كده في الورق، بس في كام حاجه كده عايزين نركز عليها. اولا الكلاس بتاعتي اسمها الفيثالازين. كلاس الفيثالازين ديت فيها مشكله، الفيثالازين ديت عباره عن حلقه بنزين وجنبها حلقه سداسيه فيها 2 ان جنب بعض، بس المشكله ان ال2 ان دول على الجنب.
الترقيم بتاع الفيثالازين غريب شويه، ما ينفعش ابدا الترقيم بتاع الفيثالازين من الانات زي ما انا متعود، يعني ما ينفعش هنا اجي اقول واحد اثنين زي ما انا متعود، ببدا من ذرات الهيتيرو، فاقول ثلاثه افوت الجنكشن، اربعه خمسه سته سبعه واقول ثمانيه، ما ينفعش نفس الحلقه اللي هي على اليمين دي يبقى فيها واحد وثمانيه جنب بعض، ما ينفعش الحلقه يبقى فيها رقمين مختلفين كده جنب بعض. فالترقيم بتاع الحلقات لازم يبقى ماشي ورا بعضه، فالفيثالازين ده هو الترقيم غريب جدا، مش بيبدا من عند الان. الترقيم بتاع الفيثالازين بيبدا من الكربون اللي جنب الان، بحيث ان الحلقه يبقى ارقام ورا بعضها، تاني ما ينفعش الحلقه يبقى فيها واحد وثمانيه جنب بعض، فببدا من كربونه صحيح بس بحيث ان الترقيم يبقى ورا بعض، فوت الجنكشن ادي خمسه ادي سته ادي سبعه ادي ثمانيه. فالمهم تعرفه لي في الفيثالازين، فيثالازين فيها اتنين ان بس الاتنين دول عند اتنين وتلاته، مش عند واحد واثنين ومش عند واحد وتلاته زي الكوينازولين من شويه، لكن دي عند اتنين وتلاته، هي الترقيم كده عند اتنين وتلاته. الكلاس اسمها الفيثالازين. لو حطيت على الفيثالازين عند رقم واحد مجموعه امينو ان اتش 2 فهيبقى اسمه الواحد امينو فيثالازين. لو جيت على الامينو دي بدل ما هي مجموعه ان اتش بس خليتها ان اتش ان اتش 2. ان اتش 2 ديت اسمها مجموعه هيدرازين. فالمركب بتاعي بقى عبارة عن فيثالازين ورقم واحد عندها هيدرازين، فالاسم اللي هتحفظه لي الاسم الجينيريك بتاع المركب ده هو عبارة عن اختصار للكيميكال نيم هيدرالازين. تاني الكيميكال نيم مش مهم يتحفظ، مش هيسألك عليه في الامتحان، بس تاني احنا بنتعلم كيمياء، هو هيدرالازين هو هيدرازين مع الفيثالازين، فهيدرازين عند رقم واحد مع الحلقة بتاعت الفيثالازين اللي موجودة قدامي. فالمركب بتاع الفيثالازين حلقة سداسية فيها 2 ان بس عند 2 و3 مش عند 1 و2، خد بالك من الترقيم، واحد هنا اللي عندها الهيدرازين، فالمركب دوت يبقى هيدرازين وفيثالازين او التجميعة بتاعتها، الاسم اللي هيتحفظ او اللي هتتسأل عليه في امتحان اسمه الهيدرالازين. هيدرالازين الاهميه بتاعته ان هو كمان سيلكتيف الفا 1 بلوكر، وطالما سيلكتيف الفا 1 بلوكر يعني برضه ممكن يستخدم في علاج الهايبرتنشن. هنا مش بناين بروستات هايبر بليجي، البرازوسين بس اللي بناين بروستات هايبر بليجي، فدوت لانه سيلكتيف الفا 1 بلوكر فبازو دايليتور فبيستخدم في علاج الهايبرتنشن، وهنعرف بعد كده لما نخش في الكارديو فاسكولار ان هو بيستخدم في علاج الهايبرتنسيف امرجنسي، بيشتغل بسرعه قوي فممكن نستخدمه في علاج الهايبرتنشن امرجنسي، الناس اللي ضغطها عالي قوي مره واحده، فادي له حقنه هيدرولازين علشان الضغط دوت يوطى جامد. بعيد عن القصه دي بقى، تعالوا على اهم حاجه في الاستراكشر بتاع الهيدرولازين، البريباريشن بتاعه. افتكر معايا كده الرسمه بتاعت الهيدرولازين تاني. هيدرولازين عباره عن حلقه بنزين وحلقه سداسيه فيها 2 ان بس بالجنب. رقم واحد في الهيدرولازين فيها مجموعة هيدرازين NH NH2. بص بقى البداية بتاعت البريباريشن. بريباريشن بتاعت المركب دوت بتبدأ بالفيثال ألدهايد، علشان بس الناس اللي بتتوه من الأسامي. أول حاجة لو أنا رسمت لك حلقة بنزين وجنبها مجموعة أسيد، فالأسيد بتاع البنزين كلكم عارفين إن اسمه البنزويك أسيد. لو زودت على البنزويك اسيد كمان مجموعه اسيد، يعني بقوا اتنين اسيد جنب بعض، في الحاله دي المركب هيبقى الفيثاليك اسيد. فالفيثاليك اسيد للي مش فاكره هو عباره عن حلقه بنزين ومجموعتين اسيد جنب بعض، بس انا مش عايز الفيثاليك اسيد، ده انا عايز الفيثال الضهايد. فالمركب بتاعي هيبقى من ناحيه حلقه بنزين عندها مجموعه اسيد ومن الناحيه الثانيه مجموعه الضهايد. ركز بقى في اللي هقوله. المركب دوت هنفعله مع مجموعه هيدرازين NH2 NH2. أول خطوة في التفاعل سهلة جدا، إن اتش 2 مع دبل بوند أو، إن اتش 2 مع دبل بوند أو. في الحالة ديت هتشيل الاتنين اتش مع أو جزيء مية وتعمل دبل بوند، والاتنين اتش مع الأو جزيء مية وتعمل دبل بوند. فالناتج اللي طالع آدي حلقة البنزين والناحية التانية حلقة سداسية. كربونة مع الإن الدبل بوند والكربونة اللي تحت مع الإن الدبل بوند، وأدي الأو اتش زي ما هي. فالكربونه اللي فوق اللي عندها الاو اتش دي اللي جايه من الاسيد، انا شلت 2 اتش مع الدبل 2 اتش مع الدبل بوند او، الكربونه اللي تحت اللي جايه من الالدهايد عليها اتش ما بتترسمش، فشلت الدبل بوند او مع ال 2 اتش، فدي كان عليها 2 اتش ودي كان عندها 2 اتش ودي كان عندها دبل بوند او ودي كان عندها دبل بوند او. فكل اللي حصل ان انا شلت جزيئين ميه، لحد دلوقتي التفاعل ما فيهوش مشكله. تكملة التفاعل ان انا عايز ادخل الهيدرازين، حط في دماغك ان انا ما ينفعش اشيل او اتش وافعل مع ال ان اتش 2 ان اتش 2 على طول. ان انت تشيل جزيء ميه من او اتش مع امين، التفاعل ده صعب شويه في الكيمياء. فالحل ان انا مش هحط الاول ال NH2 NH2، ده انا بدخل الاول ال BOCl3.
الهدف من البي او سي ال 3 ان هو بيشيل الاو اتش وبيدخل مكانها كلور، يعني رقم واحد في الحاله دي هتشيل الاو اتش من الحلقه وتحط لك مكانها كلور. كلور بقى دي ليفنج جروب سهله قوي، شيل الكلور مع اتش من الهيدروسين ووصلهم ببعض. فخد بالك انا الاصل بدخل او اتش، بس ما ينفعش اشيل او اتش على طول مع الان اتش 2. ففي الاول بدخل الاو اتش من الاسيد، بسيب الاو اتش من الاسيد، وبعد كده ما ينفعش تشيلها، فبحولها الاول لكلور، بتحول الاو اتش لكلور، والكلور اللي بتتفاعل مع الهيدرازين. بريباريشن مهم بيجي ساعات في الامتحان، اكتب البريباريشن بتاع الهيدرولازين ده. بس الحاجه اللي عايز اكد عليها بقى سؤال رخم جدا، يجي السؤال الدكتور في الامتحان في الام اس كيو ويقول لي في التحضير بتاع الهيدرولازين المركب دوت احنا بنستخدم كام جزيء هيدرازين في التحضير بتاعه؟ طبعا طبعا بيستخدم زيرو بقى ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. طبعا كل الناس يعني اللي يفتكر اصلا مين الهيدرولازين في وسط المنهج، اللي هيفتكره من وسط الاستراكشرات ان الهيدرولازين دوت كان عباره عن حاجه الفا بلوكر، ده انت كتر خيرك قوي. ولو افتكرت بقى الاستراكشر بتاعه ان هو هيدرازين مع مجموعه فسالازين، يا سلام ده انت راجل زي الفل، ده انت كده مذاكر يعني، ده انت صامم المنهج بتاعك. بعد ما تفتكر شكل الاستراكشر تقول يا سلام دي هيدرازين اهو، فيبقى اكيد بيستخدم واحده هيدرازين. غلط. خدوا بالكم ان في البريباريشن انا استخدمت جزيئين هيدرازين، واحد علشان نقفل الحلقه والتاني علشان ندخل الهيدرازين على الحلقه بتاعتي. خد بالك لو جالك سؤال في الامتحان ديورنج البريباريشن بتاع الهيدرولازين بنستخدم كام مجموعه هيدرازين، انا بستخدم اثنين في الحاله دي مش بستخدم واحد. واحده تقفل لي الحلقه والتانيه اللي بتخش مكان الكلور بعد ما نشيل الاو اتش وبنحط كلور. فلو كملنا الكلام رابع كلاس عندنا في الالفا، في الالفا بلوكر هنتكلم على الفيثالازين، واتفقنا ان الفيثالازين عباره عن حلقه بنزين مع حلقه سداسيه فيها 2 ان جنب بعض، بس عند 2 و3 مش 1 و2، لان لازم نرقم دي واحد زي ما شرحنا كده، ما ينفعش الحلقه يبقى فيها ارقام غير بعضها. رقم واحد حطيت عليها هيدرازين فالحلقه اسمها فيثالازين، ورقم واحد عليها هيدرازين ده اسم المركب الحفظ هيدرالازين. هيدرولازين في اليوزس هو الفا 1 بلوكر، ده الميكانيزم بتاعه، فبيستخدم كانتي هايبرتنسيف، وهناخد بعد كده ان هو يعتبر دايركت اكتنج فازو دايليتور، بيعمل فازو دايليتيشن على طول للبلاد فيسلز. في البريباريشن هنبدا من الفسيل الدهايد زي ما شرحنا، حلقه بنزين عندها اسيد والدهايد مع جزيء هيدرازين، ادي اول واحد هيدرازين 2 اتش مع او 2 اتش مع او، قفلت الحلقه بتاعتي على الاو اتش، ما ينفعش نشيل او اتش مع الامين على طول، فهندخل الفوسفورس اوكسوكلورايد دوت هدفه ان هو يشيل او اتش ويحط مكانها كلور، ما ينفعش نشيل الاو اتش على طول وندخل الهيدرازين، اشيل الاو اتش واحط كلور، بعد كده اشيل الكلور مع اتش من الهيدرازين، كده احنا استخدمنا جزيئين من الهيدرازين في التحضير بتاع المركب ده. ان بي فيها اسامي الحلقات دي مش مهمه، يعني لو ان وان عند واحد واثنين دي سينولين ده اسم ملوش لازمه، عند واحد وثلاثه الكوينازولين ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه في البرازوسين بلس اللي فاتت، واحد واربعه دي مالهاش لازمه مش هنشوفها في المنهج، عند 2 و3 اللي هو الفسالازين اللي احنا لسه شارحينه. دي تجميعه بس للحلقات اللي فيها 2 ان، لكن مش مهم قوي ان احنا نعرف بقيه الاسامي. كده احنا خلصنا الكلاس بتاعه الالفا بلوكر، وفي الالفا بلوكر محدش ينسى ان احنا اتكلمنا على اربع كلاسات. واحد اتكلمنا على الكلاس بتاعه الانيدازولين كانت ريفرسبل ودي حاجه كويسه بس نون سيلكتد الفا بلوكر، اتكلمنا فيها على التولازولين اللي كان فيها مجموعه فينايل، واتكلمنا فيها على الفينتول امين اللي كان فيها فينايل مع طولوين. تاني كلاس اتكلمنا عليها بدانا بيها الكلام بتاعنا النهارده واحنا بنتكلم على الكلاس بتاعه البيتا هالو الكايل امين، والمركب كان اسمه الفينوكسي بنزامين. طالما بيتا هالو الكايل امين يبقى انت بتتكلم على مركب الميكانيزم بتاعه الكايليشن عن طريق انه بيعمل ازريدينيوم اي، ولانه بيعمل ازريدينيوم اين فبيعمل الكايليشن، يعني المركب دوت بيشتغل ايرفرسبل، يبقى هيستخدم في علاج الكانسر البري اوبرتيف تريتمنت للفايكروموسايتوما. بدأنا المركبات المهمة اللي ليها استخدامات فعليا بقى في الصيدليات في الكلاس رقم 6 كان اسمها الكوينازولين، اتكلمنا على مركب اسمه البرازوسين ده كان سيلكتيف الفا 1 بلوكر هايبرتنشن وبيناين بروستات هايبربليجيا، واتكلمنا على كلاس اسمها الفسالازين والدواء اسمه شبهه الهيدرالازين، وفي البريباريشن ركزنا ان هو بيستخدم اثنين هيدرازين برضه سيلكتيف الفا 1 بلوكر وبيستخدم في علاج الهايبرتنشن بس. خلصنا الكلام على الالفا بلوكر، وزي ما قلنا ان الالفا بلوكر اربع كلاسات مش شبه بعض الاستراكشرات، نفس الميكانيزم كلهم الفا بلوكر لكن مش زي بعض الاستراكشرات. اما لما نتكلم على البيتا بلوكر
اللي لازم يجي عليها سؤال في الامتحان لأنها مهمة بالسار بتاعتها مهمة قوي، البيتا بلوكر هتبقى شبه بعض في الاستراكشر. فالالفا بلوكر مش زي بعض في الاستراكشرات لكن زي بعض في الميكانيزم، لكن البيتا بلوكر هيبقوا زي بعض في الاستراكشرات وطبعا في الميكانيزم هما بيتا بلوكر. وانت بتتكلم على البيتا بلوكر قبل ما اشرح لك اي حاجه، اول حاجه واهم حاجه تحفظها لي، اول ما تفتكر كلمه بيتا بلوكر افتكر لي على طول ارايل اوكسي بروبانول امين، ارايل اوكسي بروبانول امين، والكربون الكايرال لازم تكون اس. تاني اي كلمه بيتا بلوكر تشوفها قدامك لازم يكون في ارايل اوكسي بروبانول امين والكربون الكايرال لازم يكون في اس. دي كل الاستراكشرات اللي عليا في البيتا بلوكر ما عدا اول واحد ده ملوش لازمه، لكن كل المركبات اللي بتستخدم فعليا لازم يكون فيها ارايل واوكسي وبروبانول وامين، وهنفهم مع بعض الكلام دوت كمان شويه. تعالوا اكتب كده كلمه ارايل اوكسي بروبانول امين تاني، احفظ معايا ارايل جنبها اوكسي جنبها بروبانول وجنبها امين، والكربون الكايرال اللي في البروبانول لازم تكون اس. نبدا اللعبه بتاعتنا ان المركب علشان يبقى يشتغل على البيتا اصلا اكتر من الالفا احنا كنا محتاجين نحط بالكي جروب على الان، فكان الكلام بتاعي بيبدا من الكاتيكول. تعالوا نرسم الكاتيكول بعيده شويه. الكلام بتاعي كان بيبدا من الكاتيكول، حلقه البنزين اللي عندها مجموعتين او اتش، وبعد كده رسمت كربونتين وان اتش 2. مركب دوت كان اسمه الدوبامين، حطيت على الدوبامين الاو اتش، يبقى انت بتتكلم على النور ابينفرين، زودت على النور ابينفرين دوت مجموعه ميثايل بقى الابينفرين، والابينفرين كان شغال بيتا اكتر من الفا. كبرت المجموعه اللي عند الابينفرين، بدل ما هي ميثايل عاديه انا خليتها مجموعه ايزوبروبايل. مركب اللي فيه ايزوبروبايل كان مركب اسمه الايزوبروترينول، والايزوبروترينول كان شغال على البيتا بس مش شغال على الالفا، بس كان نون سيلكتيف، كان بيتا واحد وبيتا اثنين بس كان بيتا اجونست. ده كان اول واحد من البيتا اجونست اللي كان فيه مجموعه الايزوبروبايل. اول ما فكروا في بيتا بلوكر جابوا الايزوبروترينول اللي شغال على البيتا ريسبتور، فانا عارف ومتاكد ان المركب ده شغال على البيتا ريسبتور بس، وراحوا مغيرين بدل ما في مجموعات او اتش راحوا حاطين كلور. طلع لي مركب اسمه الدي سي اي داي كلورو ايزوبروترينول. داي كلورو ايزوبروترينول هو اول بيتا بلوكر يكتشفوه، اول مركب يكتشفوه بيقفل الريسبتور بتاع البيتا، بس مشكله المركب دوت ان هو بارشيال اجونست. للناس اللي ما سمعتش كلمه بارشيال اجونست قبل كده، كلمه بارشيال اجونست يعني شويه بيفتح الريسبتور شويه اجونست وشويه انتاجونست، شويه بيقفل الريسبتور، شغال بمزاجه كده، فحبه يروح فاتح البيتا واحد وحبه يقفل البيتا واحد، حبه يفتح البيتا اثنين وحبه يقفل. فطبعا ده ما ينفعش يستخدم كلينيكلي، ده ما اقدرش استخدمه لان انا ما ينفعش اقول ان انا شويه هرفع الضغط وشويه اوطي الضغط وشويه هعمل فازو دايليشن وشويه هعمل سوري برونكو دايليشن وشويه هعمل برونكو كونستريكشن، ما ينفعش الكلام ده. هو اول بيتا بلوكر يكتشفوه صحيح، بس مشكلته ان هو ما ينفعش يستخدم كلينيكلي علشان هو بارشيال اجونست، شويه اجونست وشويه انتاجونست. سيبك بقى من الدايكلورو ايزوبروترينول، مركب ملوش استخدام، كان ملوش لازمه اصلا. اول مركب يكتشفوه كبيتا بلوكر وبيستخدم فعليا ولسه بيستخدم لحد دلوقتي ويستخدم كتير ادويه كتير من بتوع الضغط بيكتبوا الدواء دوت، بنتكلم على مركب مهم قوي اسمه البروبرانولول. من هنا حط لي في دماغك ان اي مركب في الدنيا اخره اولول دي يبقى انت بتتكلم على طول على بيتا بلوكر، سواء سيلكتيف بيتا بلوكر ولا لا، هنعرف الفرق دلوقتي. وانت بتتكلم على البروبرانولول هنتكلم بقى على الجنرال ستراكشر اللي انا قلت لك احفظه لي، ارايل اوكسي بروبانول امين. انا هتكلم على مجموعه ارايل هتكلم عليها لوحدها كمان شويه، والارايل ديت ماسكه في مجموعه اوكسي اللي هي او، والاوكسي بعدها بروبانول يعني ثلاث كربونات، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه اللي هي مجموعه البروبانول، ثلاث كربونات وفيهم مجموعه او اتش، وامين يعني اخرها مجموعه ان اتش. فالشكل اللي قدامك ده في قرايل انا لسه ما رسمتهاش، الاوكسي اللي هي الاو، بروبانول الثلاث كربونات اللي فيهم او اتش، وادي الامين بتاعي. كربونه اللي عندها الاو اتش دي كربونه كايرال، عشان المركب يشتغل بيتا بلوكر لازم الكربونه دي في الفراغش يبقى شكلها اس. خد بالك عندي حرفين مهمين قوي، الابينفرين علشان يشتغل لازم شكل الاو اتش بتاعته كان يبقى ار، البيتا بلوكر علشان يشتغل شكل الاو اتش بتاعته لازم يكون اس. مهم الكلام دوت، مهم الفرق ما بين الاثنين دول. فالابينفرين ايام زمان اول واحد خالص في الستيريو بتاعته كان لازم يكون الاو اتش بتاعته ار، هنا الاو اتش بتاعتي لازم تكون العكس، لازم تكون اس.
بعد ال NH ديت انا لسه ما اتكلمتش على الـ على الاروماتيك. بعد ال NH دي عايز حاجه بلكي علشان اعرف اشتغل على البيتا ريسبتور. كل المركبات اللي عندكم في المنهج هيبقى بعد ال N مجموعه ايزوبروبايل، ما عدا اخر ستراكشر بس هيبقى اسمه التيمولول، بس كل المركبات اللي احنا مطالبين نذاكرها هيبقى فيها مجموعه الايزوبروبايل دي. فتاني ارايل، ارايل لسه ما رسمتهاش، بعدها اوكسي، بعدها بروبانول، بعدها امين. شكل الاو اتش بتاعت البروبانول لازم يكون اس في الفراغ، والامين يبقى دايما بعده مجموعه ايزوبروبايل. معنى كده ان كل الاستراكشرات اللي في المنهج هتبقى شبه بعض في الاوكسي والبروبانول والامين والايزوبروبايل. معنى كده ان الفرق الوحيد هيبقى شكل الارايل. الارايل اول واحده هتذاكرها لي لو كانت الارايل ديت مجموعه نفسالين، حلقتين بنزين كده جنب بعض، يبقى انت بتكلمني على اول مركب البروبرانولول. فالبروبرانولول انت مش هتذاكر بس غير النفسالين، ما هو الباقي دوت ثابت، الاوكسي والبروبانول والامين وحتى الايزوبروبايل ثابته بعد اخر مركب، وشكل الكربونه اللي في النص اللي عليها الاو اتش لازم في الاستيريو يكون اس. بروبرانولول اهميته ان هو اول بيتا بلوكر يستخدم، هو اول بيتا بلوكر كلينيكلي يستخدم، بس مشكلته ان نون سيلكتيف بيتا بلوكر. تعالوا نفكر مع بعض، نون سيلكتيف بيتا بلوكر دوت ايه المشكله بتاعته؟ نون سيلكتيف بيتا بلوكر يعني بيقفل البيتا واحد ريسبتور، يعني بيقلل الكاردياك بروبرتي، بيقلل الكاردياك اوت بوت، بيقلل الهارت ريت. دي حاجه كويسه، يستخدم في علاج الهايبرتنشن وفي علاج الاريثميا، في علاج الامراض بتاعه القلب. فيقفل البيتا واحد دي حاجه كويسه، لكن البلوه انه بيقفل البيتا 2. بيتا 2 اصلا بيعمل برونكو دايليشن، فانت لما بتقفل البيتا 2 يعني انت بتعمل برونكو كونستريكشن. فالدواء بتاعك ينفع، البروبرانولول ينفع يستخدم للمرضى بتوع القلب، ولسه بيستخدم للمرضى بتوع القلب لحد دلوقتي، بس ما ينفعش يستخدم للعيانين اللي عندهم ازمه، كونترا انديكيتد للناس اللي عندهم ازمه، لان هو اصلا بيعمل برونكو كونستريكشن. فهو مشكلته ان هو نون سيلكتيف بيتا بلوكر، ومقصود بنون سيلكتيف هنا ان هو بيقفل البيتا 1 والبيتا 2. عايز اقفل البيتا 1 دي حاجه كويسه، لكن تقفل البيتا 2 دي حاجه مش كويسه. قبل ما نكمل كلامنا من اللي في الورق، انا بس عايزك تركز لي في حاجه مهمه جدا، ان بالنسبه للبيتا ريسبتور البيتا 2 اجونست دي حاجه كويسه. واحنا بنتكلم على الاجونست الحصه اللي قبل اللي فاتت، البيتا 2 اجونست هي اللي حاجه كويسه. لما تفتح البيتا 2 عايز تبقى برونكو دايليتور، فيستخدم في علاج الازمه. اما وانت بتتكلم على البلوكر، البيتا 1 بلوكر ده الحاجه الكويسه اللي بيشتغل على الهارت، اللي هيحل لي المشاكل بتاعه القلب من غير ما يعمل لي مشاكل في اللنج، من غير ما يعمل لي ازمه. فعايز تبقى سيلكتيف بيتا 2 اجونست، لكن سيلكتيف بيتا 1 انتاجونست، بيتا 1 بلوكر. فالبروبرانولول دوت اول واحد، بس مشكلته ان هو لسه نون سيلكتيف. تعالوا نقرا الكلام النظري وبعد كده يبقى نرجع للبريبريشن المهم بتاعه. واحنا بنتكلم على البيتا بلوكر اتفقنا ان انا اول ما اقول لك بيتا بلوكر من غير ما تفكر تسمع لي الكلمه اللي جنبها. بيتا بلوكر يعني ارايل، يعني اوكسي، يعني بروبانول، يعني امين. يعني البروبانول دي الكربونه بتاعته هتبقى اس، والامين دايما بعده مجموعه ايزوبروبايل ما عدا اخر واحد، لازم ايزوبروبايل ولازم الكربونه اللي في النص تبقى اس. فالفرق الوحيد ما بين مركب والتاني هتبقى الارايل زي ما هنشوف دلوقتي. قبل ما نروح للمركبات اللي بتستخدم، اول واحد اكتشفوه، اول بيتا بلوكر اكتشفوه اللي هو الدايكلورو ايزوبروترينول او الدايكلورو ايزوبرينالين. زي الايزوبروترينول في الايزوبروبايل بس في مجموعتين كلور بدل الاو اتش، ده ما بيستخدمش لانه بارشيال اجونز زي ما بقول لك كده، بيستهبل حبه اجونز حبه انت، لا ما ينفعش تستخدم الكلام ده. اول واحد باستخدام فعلي، اول واحد بيستخدم كلينيكلي هو البروبرانولول، هو نفس الجنرال ستراكشر، اوكسي، بروبانول، امين، وحتى الامين بعضه ايزوبروبايل، كل ده ثابت ما عدا اخر واحد بس الايزوبروبايل هتختلف. فالارايل هي اللي مختلفه ما بين مركب والتاني، هنا الارايل نفسالين فبقى البروبرانول. بروبرانولول مشكلته في الميكانيزم ان هو نون سيلكتيف بيتا بلوكر، فبيقفل البيتا 1 وبيقفل البيتا 2. يقفل البيتا 1 دي حاجه كويسه، استخدم في علاج الهايبرتنشن يقلل الضغط، الانجينا بيعالج من الذبحه، الاريزميا عدم انتظام في ضربات القلب بيعالج الامراض بتاعه القلب، دي حاجه كويسه جدا، بس مشكلته انه كونترا انديكيتد في الازمه لان هو بيقفل البيتا 2 فبيعمل برونكو كونستريكشن. تعالوا نتكلم على البريباريشن، لان البريباريشن من الحاجات المهمه في الامتحان. واحنا بنتكلم على البريباريشن بتاع البروبرانولول، تعالوا نفتكر شكل البروبرانولول. طب يحفظ معايا، انا مش فاكر القرايب لكن دايما افتكر الحته اللي فوقيها، هي اوكسي بروبانول عامله زي العنكبوت كده، فثلاث كربونات فيهم او اتش، وادي الامين اللي فيها مجموعه ايزوبروبايل. فاتفقنا ان كل البيتا بلوكر كده، الفرق الوحيد في القرايب، في حاله البروبرانولول القرايب بتاعتي هتبقى حلقه نفسالين.
عايز تحضر المركب دوت، هيبقى بداية التحضير بتاعي من النفسول. كلمة نفسول هو الكحول بتاع النفسالين، فادي النفسالين، حلقة النفسالين، حلقتين بنزين جنب بعض وعلى رقم واحد مجموعة او اتش، فبنسمي المركب دوت واحد نفثول، الكحول بتاع النفسالين. دي اول خطوة بس اللي صعبة، التانية هتبقى سهلة شوية. اول خطوة في التفاعل هنفاعل المركب دوت مع كلور وسي اتش 2 وحلقة اوكسيران، اوكسيران اللي هي حلقة ثلاثية فيها او. مركب دوت لو حد عايز يكتب اسمه، هو اسمه مش مكتوب في الورق ومش مهم تعرفه، بس يعني لو حد عايز يكتب اسمه، اسمه الايبي كلورو هيدرين. ايبي كلورو هيدرين دوت اللي فيه الحلقه بتاعه الاوكسيران، الحلقه الثلاثيه اللي فيها الاو دي مع الكلور مع السي اتش 2. اول خطوه كلنا عارفينها، هنشيل اتش من الاو اتش مع الكلور زي ما كنا بنشيل اتش من الامينو كده. فلو شلت اتش من الاو اتش مع الكلور، الناتج اللي طالع ادي الحلقه بتاعه النفسالين بتاعتي زي ما هي. تعالوا نغمق الخط شوي. ادي حلقه النفسالين بعدها او مسكت في السي اتش 2 ومسكت في حلقه الاوكسيرين. الخطوه اللي بعد كده حط بقيه المركب الامين بتاعك بس وقفل التفاعل على كده. حط ال ان اتش 2 مع الايزوبروبايل. مش مهم تفهم هي جايه منين، هشرحها لك طبعا بس مش مهم. مجرد ما انت وصلتهم ببعض، شلت الاتش مع الكلور، دخل لي بقيه المركب بتاعك. اللي هيحصل في التفاعل ده بالتفصيل ان ال ان اتش 2 بنشيل اتشايه، ال ان بتهاجم الكربون. فالان لما بتهاجم الكربونه بتفك الرابط على الاو كده، هيبقى بعد الاكسجينه الاولانيه اللي هي اسمها الاوكسي في الجنرال ستراكشر، بعدها السي اتش 2 اللي هي دي، بعدها كربونتين لو انا رقمتهم لك، ادي واحد وادي اثنين. واحد اللي هيتفضل عندها الاو اتش اللي هي هتبقى الكربونه اللي عليها الاو اتش، واثنين دي اللي مسكت في الان، اللي مسكت في بقيه المركب بتاعك. فالان باللي عليها بتروح تهاجم الكربونه الثانيه هنا، وواحد هي اللي بيتفضل عليها الاو اتش. طبعا انت مش مطالب تقعد تعرف العك ده كله، اخرك تعرف لي الايدي كلورو هيدرين، وتعرف لي ان احنا بنشيل اتش مع كلور وتدخل بقيه المركب بعد كده. طب انا لو عايز احفظ الكلام ده على الاستراكشر الاخراني هحفظه ازاي؟ بص كده معايا. اول حاجه عايزك تكسر لي هنا الاو تحط عليها اتش والكربونه تحط عليها سي ال، انا على طول بشيل اتش مع سي ال، ادي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه هتكسر لي هنا، حط على الان اتش بس المركب اللي في النص ده هنعمل منه سايكل. مركب اللي في النص ده هيبقى كلور وسي اتش 2 والحلقه بتاعه الاوكسيران. فدي الكربونه دي والكربونه دي اللي داخلين في الاوكسيران، والكربونه اللي على الطرف هي السي اتش 2. فدي الخطوه الثانيه وديت الخطوه الاولانيه. فهنشيل اتش مع كلور ونوصلهم ببعض مع الايبيكلورو هيدرين، بعد كده نحط الايزوبروبايل امين علشان نفتح الحلقه بتاعتنا. فالبروبرانولول التحضير بتاعه تحضير مهم من الحاجات اللي جت في الامتحان اكتر من مره قبل كده. فهبدا من الواحد نفسه ونعمل تفاعل بيحضر ايثر اللي هو بيسموه ويليامسون ايثر سينسز. هنشيل اتش مع كلور من الايبيكلورو هيدرين، فندخل السي اتش 2 حلقه الاكسيدين. الخطوه الثانيه مالهاش لازمه تفهم جايه منين، هو ايزوبروبايل بنزين بس. الايزوبروبايل المجموعه اللي على الجنب دي ايزوبروبايل امين، هيروح يهاجم الاكسيدين ويفتح الحلقه. فالان بتهاجم الكربونه وتفك الرابطه على الاو تبقى مجموعه او اتش. فده بالنسبه للتحضير بتاع البروبرانول. بروبرانولول مشكلته انه نون سيلكتيف، واتفقنا ان نون سيلكتيف دي حاجه مش كويسه، لان نون سيلكتيف بيتا بلوكر زي ما هيقفل البيتا واحد ويعالج الامراض بتاعه القلب، هو هيقفل البيتا اثنين ويعمل لك اسم. معنى الكلام دوت لو انت عايز تعمل سيلكتيف بيتا بلوكر، هنعمل سيلكتيف بيتا واحد ولا بيتا اثنين بلوكر؟ ده لو عملت سيلكتيف بيتا اثنين بلوكر يعني عايز اجيب ازمه للعيان، عايز اموت العيان، فاكيد مش منطقي ان انا عايز اعمل سيلكتيف بيتا اثنين بلوكر، عايز اعمل سيلكتيف بيتا 1 بلوكر. سيلكتيف بيتا 1 بلوكر هيعالج امراض القلب، هيعالج الهايبرتنشن، هيعالج الارزميا، وهيعالج الانجينا. ولانه سيلكتيف مش هياثر لي بقى على الازمه، مش هياثر لي على اللونج بتاعتي، فكده يبقى حاجه كويسه جدا. من هنا هنتكلم على الاس سي ار بتاعت البيتا بلوكر عامه. اس سي ار اربع نقط، اهمهم اول نقطتين. في الاس سي ار بتاعت البيتا بلوكر، وتاني هي بتاعت البيتا بلوكر كلهم، بس احنا هنركز على اول نقطتين علشان البيتا واحد بلوكر. في الاس سي ار بتاعت البيتا بلوكر اول حاجه بيقول لي لو عملت بارا سبستيتيوشن بمجموعه بولر، يبقى ساعتها انت خليت المركب دوت يبقى سيلكتيف بيتا واحد بلوكر. فاهم حاجه في الموضوع، عايز تشتغل على البيتا واحد بس، تعالى على مجموعه القرايل وعلى البارا بتاعتها حط مجموعه بولر. بارا مش الميتا، بارا من غير الميتا، لازم بارا والميتا ما عليهاش حاجه. فالبارا سبستيتيوشن بقرايل، البارا سبستيتيوشن بمجموعه بولر هيخليه سيلكتيف بيتا 1 بلوكر. تاني حاجه من الحاجات المهمه قوي علشان يبقى بيتا بلوكر عامه، لازم الكربونه اللي في النص، الكربونه الكايرال تكون اس.
فالاس كونفيجوريشن بتاع الكربونال كايرال ده اسينشال عشان يبقى المركب بيتا بلوكر. فواحد واثنين دي اهم حاجه في الموضوع. رقم ثلاثه ملهاش لازمه قوي، بيقول لي ان الاروماتيك جروب اروماتيك هي اللي بتتغير من مركب للتاني، فهي اللي بتديترمن البيتا بلوكر اكتيفيتي، وبيتا بلوكر اكتيفيتي عاليه ولا قليله، بتتحكم في الابزوربشن، بتتحكم في الاكسكريشن، بتتحكم في الميتابوليزم. ما هو منطقي، هو كل المركبات مشتركين في الاوكسي وفي البروبانول وفي الامين وحتى في مجموعه الايزوبروبايل، فالاختلاف الوحيد ما بينهم في الاروماتيك. فاكيد الاروماتيك اللي بتتحكم في الاكتيفيتي والابزوربنس والاكسكريشن والميتابوليزم. فارجع اقول تاني، ما قالش الاروماتيك دي بتزود ولا بتقلل، بتنقص ولا ما قالش الكلام ده. فعشان كده الكلام هنا كلام عام، فمش مهم. لازم اروماتيك، ده ما فيهوش اختلاف، لازم حلقه اروماتيك، احنا اتفقنا اراي الاوكسي بروبانول امين، فلازم اروماتيك. لكن نوع الاروماتيك بقى ده مش هيفرق معاك في حاجه. اخر حاجه في الاس سي ار برضو منطقيه شويه، اخر حاجه بيقول لي ان انا محتاج بالكي جروب عند الان، ما هو عشان تشتغل على البيتا ريسبتور لازم يكون الان عندها بالكي جروب. بالكي جروب دي يا اما تكون ايزوبروبايل، وده كل المركبات اللي عندكم ما عدا اخر واحد، واخر واحد هيبقى فيه تيرشري بيوتايل. فبالكي جروب يا اما تكون ايزوبروبايل يا اما تكون تيرشري بيوتايل. في كل الاحوال السكندري امين احسن حاجه. السكندري امين هو كل الاستراكشرات اللي احنا بنقولها. سكندري امين يعني الان اللي في النص دي عندها اتش، جنبها كربونه من على اليمين وكربونه من على الشمال، سلسله كربونه على اليمين سلسله كربونه على الشمال، فالان عندها اتش ده اللي اسمه سكندري. فاحسن حاجه السكندري امين. من الاخر لو جاب لك في الامتحان بيتا بلوكر والان ماسكه في حاجه يمين وحاجه شمال وعندها ميثايل، ده اقل في الاكتيف، شغال بس اقل في الاكتيف. فانا عايز الان يبقى عندها اتشايه، ده اللي مقصود بكلمه سكندري امين. تعالوا نبص بقى على الاس سي ار في الورق مكتوبه ازاي، ونتكلم بعد كده على الاستراكشرات. الاس سي ار بتاع البيتا بلوكر هنكتب جنبها امتحان، من الحاجات اللي بيطلبها كتابه في الامتحان، غير ان هو بيسال عليها في الام سي كيو، اكتب او اتكلم في الشورت نوتس على الاس سي ار بتاع البيتا بلوكر. فاول حاجه لو عملت بارا سبستيتيوشن بمجموعه بولر من غير ميتا، لازم ما فيش ميتا بقى، سيلكتيف بيتا واحد، ده اهم حاجه في الموضوع. الاس كونفيجوريشن بتاع الكربونه اللي عندها الويتش ده اسينشال، واحنا خلاص اكدنا عليها من الصفحه اللي فاتت. الاروماتيك جروب هي اللي بتختلف من مركب للتاني، فهي اللي بتتحكم في الاكتيفيتي والابزوربشن والاكسكريشن، ماشي ده رغي. محتاج بالكي جروب، ده منطقي عشان تشتغل على البيتا ريسبتور، سواء ايزوبروبايل او تيرشري بيوتايل، اخر مركب بس اللي فيه تيرشري بيوتايل. وتاني حاجه السكندري امين اوبتيمال مش اسينشال، احسن حاجه. فتاني سكندري امين يعني الان يبقى عندها اتش، عايز الان اللي في النص دي يبقى عندها اتش. قلنا البروبرين دول كان نون سيلكتيف، انا عايز بقى سيلكتيف، عايز يبقى بيتا واحد سيلكتيف، فعايز كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر. فالكارديو سيلكتيف يعني شغال على الهارت بس، اللي هو البيتا واحد بلوكر. المفروض ان احنا عندنا اربع مركبات الدكتور بيقول احفظ منهم اثنين، فانت يعني ابسط اثنين فيهم الاثنين الاولانيين، الاسيبيوتولول والاتينولول، دول هيبقوا اسهل حاجه. لو حد مركز معايا هتلاقي ان الجزء اللي فوق سهل، كلهم فيهم اوكسي بروبانول امين وايزوبروبايل، والاو اتش بتاعتك الشكل بتاعها اس، ادي اراي، ادي الاوكسي بروبانول امين وايزوبروبايل، اوكسي بروبانول امين ايزوبروبايل، اوكسي بروبانول، فكلهم الحته اللي فوق زي بعض، حتى الاروماتيك حلقه بنزين في الاربع مركبات. فكل المركبات الكارديو سيلكتيف اللي هي السيلكتيف بيتا واحد انتاجونست عندنا كلهم فيهم حلقه بنزين، معنى كده ان الفرق الوحيد في المجموعه البولر بالظبط كده. فالفرق الوحيد في المجموعه البولر اللي عند البولر. اول مركب هو الوحيد اللي فيه اتنين سبستيتيوشن، بس خد بالك قال لي لو هتحط سبستيتيوشن لازم بارا من غير ميتا، فالتاني محطوط قرصه، قرصه ما فيهاش مشكله، لكن لو كان في ميتا ما كانش هيشتغل. فانا عايز السبستيتيوشن البولر يبقى عند البارا. عندي المركب الاولاني اسي بيوتولول، اسي من الاسيتايل اللي عند القرصه، وبيوتا جايه من الاربع كربونات، هو امايد من اربع كربونات، ان اتش سي دبل بوند او بقيه الثلاث كربونات، فامايد بس من اربع كربونات. اما الاتينولول ما فيهوش اسيتايل، مش حاجه عند القرصه، وفي امايد عند الباره بس من كربونتين بس. وانت بتحفظ خد بالك ان في فرق صغير ما بين الامايد بتاع رقم واحد والامايد بتاع رقم اثنين، رقم واحد ماسك من الان بتاعت الامايد وبعد كده سلسله الكربون، رقم اثنين ماسك من الكربونه نفسها سي اتش 2 سي دبل بوند ان اتش 2. تاني لازم تحفظ استراكشرين. السؤال هنا غالبا الكتابه في الامتحان، اتكلم على الاس اي ار بتاعه البيتا بلوكر واكتب مثالين. فأي مثالين بقى من الأربعة احفظ زي ما أنت عايز، هما الاثنين الأولانيين دول يعني الأشهر اللي الدكتور بيتكلم عليهم. فهنا الأسيبيوتولول في أسيتايل عند القرص، وفي بيوتامايد عند البارة بس ماسكة من عند الإن.
اما الثاني الاتينولول في اسيت اميد، اميد من كربونتين بس ماسكه من عند الكربون. بقيه المركبات لو عايز تبص عليها هي البولاريتي اللي فيها من الايثر من الاودي. فاول مركب الميتوبرولول ده صغير، كربونتين او ميثايل، كربونتين او كربونه، فده الميتوبرولول. كبر الايثر شويه، كربونه او كربونتين او ثلاث كربون كده، في اثنين ايثر في الحاله ديت، يبقى البيسوبرولول. ثاني ثلاثه واربعه ايدنتيفاي، يعني يجيبهم لك في الامتحان مرسومين ويسالك على اسمهم. فاللي فيهم ايثر يا اما ميتوبرولول يا اما بيسوبرولول، في ايثر واحد ميتوبرولول، اللي فيه اثنين ايثر يبقى البيسوبرولول، مش مهم تحفظهم، بس احفظ لي الاسيبيوتولول والاتينولول. كده احنا اتكلمنا على السلكتيف بيتا واحد بلوكر. طب لو عايزين نتكلم على النون سلكتيف بيتا بلوكر، نون سلكتيف بيتا بلوكر اتفقنا مشكلتها بتشتغل كبيتا واحد بلوكر ودي حاجه كويسه، بس بيتا اثنين بلوكر ودي بتعمل برونكو كونستريكشن. اول مركب قلناه في الصفحه اللي فاتت كان البروبرينولول. تاني مركب نون سلكتيف بيتا بلوكر التيمولول، والتيمولول ده فيه حاجتين مهمين قوي، احفظ معايا كده لو سمحت في الكلام اللي انا بشرحه. واحنا بنتكلم على التيمولول بنتكلم على نون سيلكتيف بيتا بلوكر، ولانه نون سيلكتيف بيتا بلوكر بيقفل البيتا واحد والبيتا اثنين، فانا مش عايز اوجع دماغي بقى مع الحته بتاعت مش عايز اوجع دماغي مع الحته بتاعت الهايبر تنشن والبرونكونستريكشن والكلام ده، فالاستخدام الاساسي بتاعت التيمولول بيستخدم كاي دروبس في الاوبن انجل جلوكوم. تاني لو احنا مش فاكرين الكلام دوت، اوبن انجل جلوكوم، الجلوكوما اللي هي الميه الزرقاء، والجلوكوما المفروض ان الميكانيزم بتاع الجلوكوما نفسه بيبقى له علاقه بحاجتين، له علاقه بالادرينرجيك سيستم بالنور ابينفرين، وله علاقه بالكولينرجيك سيستم بالاسيتايل كولين. اي حاجه بتشتغل على الادرينرجيك سيستم بتستخدم في علاج الاوبن انجل جلوكوما، اي حاجه ليها علاقه بالاسيتايل كولين بتشتغل على الكلوزد انجل جلوكوما. بس الاثنين جلوكوما، بس دوت اوبن انجل وده هيبقى كلوزد انجل. ادويه اللي احنا خدناها بتستخدم في علاج الجلوكوما في الادرينرجيك سيستم، المفروض ان هم ثلاثه لحد دلوقتي. اول واحد اتكلمنا عليه ينفع يستخدم في علاج الجلوكوما تبع الابنفرين والنور ابنفرين، كان المركب بتاع الديبيفيفرين اللي هو كان البرو دراج بتاع الابنفرين. تاني واحد خدناه كان الفينايل افرين اللي تحته لما شلنا الويتش من عند الباره، الكلام دوت كان في الورقه بصفحه 6. ممكن تزود عليهم الإفيدرين لو عايز، كان مكتوب عليه ان هو مدرياتك بس مش مهم قوي. ثالث مركب مهم ممكن يستخدم في علاج الاوبن انجل جلوكوما، مهم الكلام ده تجمعه، هيبقى التيمولول. فالتيمولول عباره عن مركب نون سيلكتيف بيتا بلوكر وممكن يستخدم في علاج الاوبن انجل جلوكوما، ده واحد. تاني حاجه مهمه على التيمولول هيبقى الاستراكشر بتاعه. احنا اتفقنا ان التيمولول تبع البيتا بلوكر، والبيتا بلوكر فيها جزء في الاستراكشر ما بيتغيرش، عشان بس ايه ما تقعدش تلخبط لي وانت بتذاكر. الجزء اللي ما بيتغيرش ان احنا عندنا ارايل اوكسي جنبها او، بعدها بروبانول العنكبوت الثلاث كربونات اللي فيها الاو اتش اللي شكله اس، وبعدها امين. كل المركبات البيتا بلوكر اللي عليك بعد الامين ايزوبروبايل بما فيهم البروبرانولول، ما عدا التيمولول الوحيد اللي فيه ترشري بيوتايل. فلو انت بتتكلم في الامتحان الاستراكشر غالبا بيبقى ايدنتيفاي، يعني ما بيطلبش ارسم الاستراكشر دوت. فلو شفت في الامتحان بيتا بلوكر ومعاه ترشري بيوتايل انت متاكد ان هو التيمولول. عايز تكمل التيمولول، الحلقه الاروماتيك في الحاله ديت هي حلقه هتيرو، حلقه فيها ان و2 اس، اسمها مكتوب تحتها بس مش مهم قوي ان انت تعرفه. هي عباره عن داي فايا ازول، خماسيه في اخرها اول فيها اس وان، الفايا احسن من الازا فاسمها داي فايا ازول. فتاني المركب بتاعي في حلقه هتير اسمها داي فايا ازول، اللي هي الحلقه الخماسيه اللي فيها 2 اس وان دي، والمفروض ان حلقه الداي فايا ازول دي بعدها حلقه مورفولين. كلمه مورفولين في الكيمياء عامله زي البيبرازين بس ان او، فدي اسمها مورفولين. تاني الاستراكشر مش مهم قوي ان انت تحفظه، فانت لو شفت في الامتحان مرسوم بيتا بلوكر مع تيرشري بيوتايل مع حلقات كتير يبقى انت بتتكلم على التيمولول. هو نون سيلكتيف بيتا بلوكر، اه صحيح ممكن يستخدم في الهايبرتنشن بس استخدامه الاساسي في الاوبن انجل جلوكوما. لو بصينا على التيمولول في الورق عشان نخلص القصه دي، هو نون كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر، يعني اشتغل على البيتا واحد والبيتا اثنين زي البروبرانولول عند التيمولول، هو الوحيد اللي فيه تيرشري بيوتايل من اللي عندي في المنهج. ادي الاوكسي بروبانول امين والاو اتش بتاعتي اس، حلقه الهيتيرو ثايا دايازول دي الاروماتيك ومعاها المورفولين، بيستخدم كاي دروبس في الاوبن انجل جلوكوما وممكن يستخدم في علاج الهايبرتنشن.
خلصنا كده الحمد لله الكلام اللي على الادرينرجيك سيستم، والمره اللي جايه ان شاء الله هنبدا الكلام على الكولينرجيك سيستم، الاسيتايل كولين بقى والليله بتاعته دي قصه تانية خالص. ما تنساش ان انت وانت بتذاكر في الادرينرجيك سيستم التقسيمه بتاعتي، عشان بس ما تتوهش الكلام سهل بس التقسيمه بتاعتك هي اللي غلسه شويه. في الادرينرجيك سيستم بدانا الكلام بالدايركت اكتنج، دايركت اكتنج سيمباثومايميتك، حاجات اجونست بس كان الدايركت اكتنج. في الدايركت اكتنج خدنا الاس اي ار على صفحتين، مهمه جدا لان عليها معظم الكلام اللي احنا قلناه لحد النهارده. في الدايركت اكتنج خدنا الحاجات الاندوجينوس، الدوبامين والنور ابينفرين والابينفرين بالبرو دراج بتاعه. اتكلمنا بعد كده على الالفا اجونست، المركبات اللي بتشتغل زي الالفا، الحاجات اللي بتفتح الالفا. واتكلمنا بعد كده على البيتا اجونست، وقلنا ان البيتا لما تعص سيلكتيف بيتا اجونست انت عايز بيتا 2 اجونست علشان يشتغل كبرونكو دايليتور في علاج الاسد. بعد الدايركت اكتنج قلنا ما انا ممكن اشتغل ان دايركت، لما كنا بنزود البيتا ميثايل اللي سوري بنزود الالفا ميثايل الميثايل على الكربونه اللي جنب الان، واتكلمنا على الامفيتامين والتيرامين والحاجات اللي شبهها. ممكن تحط الاو اتش في المكان الصح وتشيل الكاتيكول، فانت بتتكلم على ميكسد اكتنج، الافيدرين العادي والفينايل بروبانول امين. بدانا الكلام بعد كده في البلوكر، في الانتاجونست. وفي الانتاجونست خدنا الالفا بلوكر المره اللي فاتت وكملناهم النهارده اربع كلاسات، ايميدازولين، اتكلمنا على البيتا هيلو الكايل امين بتاعه الكانسر، اتكلمنا على الكوينازولين بتاعه البرازوسين اللي هو كان بتاع البيناين بوست هايبربليشيا، واتكلمنا على اخر واحد الهيدرالازين اللي كان في التحضير بتاعه بنستخدم جزيئين هيدرازين. عايزك تفتكر كده، عايزك تجمع الكلام في دماغك كده، تكتب في ظهر المذكره تجميعه صغيره فيها اسامي الادويه بحاجه تفكرك بالدواء ده. اتكلمنا بعد كده على البيتا بلوكر، والبيتا بلوكر كلها كان فيها ارايل واوكسي وبروبانول وامين، ودايما الكربون الكايرال بتاعتهم كانت اس. ولو عايز المركب بتاعك يبقى سيلكتيف بيتا واحد بلوكر، حط على الارايل بارا بولر سبستيتيوشن من غير البيتا. خلصنا الكلام على الادرينرجيك الحمد لله. حاولوا تراجعوا الجزء ده كله على بعضه، ال 13 صفحه دول على بعض، علشان المره اللي جايه هنبدا في الكولينرجيك هنبدا في كلام مختلف. تمام، صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام، نشوفكم المرة اللي جاية على خير إن شاء الله. شكرا وسلام عليكم.